السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى دائما تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله جيت وجبت لكم معايا الجديد، كما كتشوفوا معايا هنايا صبيبطات ديال الولاد، راهم فيه من الالوان والاشكال. اللي بغى شي حاجه مرحبا. كاين هاد الشكيل هذا، راه كيجي واعر في اللبسه. كاين هاد القميجه كما كتشوفوا معايا، الشكيل غادي يبان لابسهم. نتمنى يعجبوكم، ومرة زوينين. ما تنساونيش تضغطوا دائما على زر الاشتراك واللايك فضلا وليس امرا، باش يوصلكم دائما الجديد ديالي ان شاء الله. والنمره رانا نخليها لكم في صندوق الوصف، ونخليها لكم على القناه ديالي، الرقم ديال الاخ، واتصلوا به، راه الثمن جد مناسب. عندنا هاد الجاكيطات هكا الشكل قصير، كيجيو على هاد الشكل هكا قصارين، وكاين عندنا هاد الشكل هاد كيجيو طوال بحال هكا، حتى هما فيهم اللوينات والشكيلات. هادو كنسميوه حنا دول بد. كاين هاد البيجامات راهم سخانين، فيهم حتى هما جميع الشكيلات واللوينات، كيجيو هكا بالقب. وكاين شكيلات اخرين ديال البيجامات اللي هما شي شويه خفاف، وخا سخان خفاف، داكشي على حسب كل واحد والجسم ديالو شنو الجسم ديالو ما كيتحملش يلبس بزاف، واخا يكون البرد بزاف ما يتحملش يلبس داكشي سخون بزاف. هاد الشكل هذا راه بارد شويه، ماشي بارد يعني بارد، ولكن راه يعني ماشي بحال السخان اللي وريته لكم. بحال الشكل هذا راه سخون، كل واحد والجسم ديالو كي داير. الشكل هذا راه مسخانين. فضلا وليس امرا، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم ان شاء الله دائما الجديد، واللايك فضلا وليس امرا. اخر ما كاين، وصدقوني صدقوني راهم الثمن جد مناسب. هادو بيجامات في هاد الشكل هذا، هانتي كما كتشوفوا معايا هنايا في البيجامات في هاد الشكل. البيسات ديالهم كيجيو زوينين، كاين هاد الشكل كيجيو على شكل بنوار بالقب، طوالين وسخان. كاين شي مناطق كيكون فيهم البرد بزاف، راه كي يحتاجوا لهذا اللبس بحال هكا سخانين. عندنا هاد الشكيلات حتى هما، وخا كيجيو قصار اللون ما شاء الله، فيهم حتى هما الكولور. فيهم الكرونة، فيهم الغوص، فيهم البيج. كاين هاد الشكيلات في هاد اللون وهاد الشكل هذا.